الناتو قمة حاسمة في أجواء ساخنة، حيث يواجه أعضاء الحلف تحديات عدة في مقدمتها الدعم العسكري لأوكرانيا. وتحت شعار نكون أو لا نكون، تبحث دول الناتو سبل مساندة كييف في مواجهة موسكو، إذ حث الأمين العام لحلف شمال الأطلسي زعماء الحلف على مواصلة دعم أوكرانيا. ينس سيلتنبرغ قال إن نتيجة الصراع الأوكراني الروسي ستشكل الأمن العالمي لعقود من الزمن. هذا ويناقش قادة الناتو خلال قمتهم في واشنطن خطة الأمين العام لحلف الناتو لتقديم مساعدات عسكرية لكييف بقيمة نحو 43 مليار دولار في 2025. وقال مصدر في الحلف إن أحدث نسخة من مسودة الإعلان المرتقب للقمة تنص على أن التحالف سيواصل دعمه لأوكرانيا في مسارها الذي لا رجعة فيه نحو الاندماج الكامل على الصعيدين الأوروبي والأطلسي، بما في ذلك نيل عضوية الحلف. وفي كلمته أمام القمة، تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بتقديم المساعدات العسكرية الضرورية لأوكرانيا. بايدن أكد أن الحلف أصبح أقوى من أي وقت مضى. سوف نبني تحالفا عالميا لمساندة أوكرانيا، وسوف نقدم للأوكرانيين مساعدات إنسانية وعسكرية، ونزودهم بالسفن والصواريخ والطائرات وملايين الذخائر. الولايات المتحدة لديها شركاء كثر، وسوف نقدم الدعم لأوكرانيا، وسيتبعنا العديد من الدول في ذلك. نحن وألمانيا وهولندا ورومانيا وإيطاليا سنوفر لكييف المعدات وأنظمة دفاعية جوية حتى تتمكن من الدفاع عن نفسها. الناتو يستطيع وسيدافع عن كل شبر من أراضي الحلف. الناتو أصبح أكثر قوة ولديه قدرات عسكرية أفضل، ولا يمكن أن يتفوق علينا أحد. وعلى هامش القمة، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قرب تسليم مقاتلات من طراز F-16 إلى أوكرانيا. وقال بلينكن إن المقاتلات في طريقها إلى أوكرانيا عن طريق الدنمارك، وأضاف أن حزمة قوية من المساعدات العسكرية سيكشف عنها ويكشف عنها الناتو خلال الساعات المقبلة. المقاتلة F-16 طائرة صغيرة الحجم يبلغ وزنها 9 أطنان وطولها 15 مترا، تحلق لمسافة 3900 كيلومتر، وتفوق سرعتها سرعة الصوت وتبلغ 2420 كيلومترا في الساعة، ومزودة بنظام تسليح جيد ومنظومة دفاع إلكترونية. ويمكن تسليحها بمدفع رشاش وصواريخ جو-جو وصواريخ جو-أرض، وتستطيع ضرب أهداف في الجو وعلى الأرض، وتتميز بقدرتها العالية على المناورة والهجوم في الجو. ويمكنها القيام بمهام الدفاع الجوي وتأمين السيطرة الجوية، وهي قادرة على التحليق في بيئات قتالية مكتظة. ويمكنها الطيران على ارتفاعات منخفضة لتفادي الرادارات الأرضية، وتكتشف الطائرات المعادية على ارتفاعات منخفضة. في السياق ذاته، أشار رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إلى أن أوكرانيا يمكنها استخدام صواريخ طويلة المدى التي زودتها بها لندن لضرب أهداف عسكرية في روسيا خلال الحرب الدائرة بينهما. وفي تعقيبه على هذه التصريحات، هدد الكريملين بالرد في حال سمحت بريطانيا لأوكرانيا بضرب روسيا بأسلحة بريطانية. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا من موسكو أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول الدكتور عمار قنات، ومن واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق مارك كيميت. مرحبا بكم ضيفي الكريمين. أبدأ معك دكتور عمار، تبعت أكيد بلا شك هذه القمة. بايدن يقول إن الحلف بات أقوى من أي وقت مضى، هناك مساعدات بقيمة 43 مليار دولار لأوكرانيا، والأهم هو ما كشف عنه أنتوني بلينكن من أن طائرات F-16 في طريقها إلى الجانب الأوكراني. إلى أي حد قادر الناتو على إلحاق الهزيمة الاستراتيجية بموسكو من وراء كل هذه التعهدات؟
تحياتي أستاذ الكريم لك ولضيفك الأكرم. باعتقادي أن هناك أزمة، يعني أزمة واضحة لدى حلف الناتو ولدى الولايات المتحدة من خلال تعاطيها باعتقادي الخاطئ يعني مع الأزمة الأوكرانية منذ بدايتها وما قبلها، والحديث يجري حول الضمانات يعني الأمنية التي طالبت بها روسيا من الحلف ومن المنظومة الغربية. فيما يتعلق يعني في تسليح أوكرانيا، رأينا أن هذا المسار يعني تدرج في مراحل من الكم يعني والنوع، وكل ما أرسل لأوكرانيا كله قد دمر يعني على ساحات الجبهات، وهذا كان يعني واضحا للعيان. استمعنا كثيرا لعدة ملفات، منها الصواريخ ومنها دبابات أبرامز، واليوم يعني نفس الشيء الإعلامي نراه بهذا الترويج حول طائرة F-16. لا يمكن يعني الحديث عن هزيمة استراتيجية لروسيا ضمن المعطيات التي نراها من الارتباك يعني في داخل المنظومة الغربية، وما يجري في المنظومات أيضا يعني السياسية من خلال جملة يعني الانتخابات التشريعية والانتخابات القادمة في الولايات المتحدة. مسألة يعني التراجع اليوم أو حتى فتح باب الحوار مع روسيا هو يعتبر بالنسبة لهم بمثابة تقديم تنازلات، وهم في غنى عنها في هذه المرحلة، فلذلك نرى فقط يعني التصعيد العسكري من خلال تسليح أوكرانيا، والتصعيد يعني السياسي والمحاولات البائسة لعزل روسيا عن المنظومة الدولية. جنرال مارك كيمت، ما رأيك؟ لماذا تبحث دول الناتو برأيك على التصعيد والذهاب إلى ما لا نهاية في هذه الحرب، بدلا من بحث عن مخارج ربما سياسية؟ إلى أين تريد دول الناتو الوصول من وراء كل هذه التعهدات التي قد تمكن أوكرانيا من صواريخ بعيدة المدى تطال روسيا، وقد يعني تندلع على إثرها حرب ربما أكبر وأشمل؟ شكرا على الاستضافة، ومرحبا بضيفنا من موسكو. لا أعتقد أننا سنتحدث عن ما تصريحات الكريملين، ولكن المشكلة هو أن روسيا قد قامت بخرق كل القوانين الدولية، ولم يكن هناك غرض وراء هذا الهجوم الذي شنته روسيا على أوكرانيا، وكانت هناك اختيارات قليلة. الاختيارات أمام الدول الغربية هي إنهاء هذا الاحتلال الذي شنته روسيا على أوكرانيا، ولكن كما ذكر قادة الناتو فإن واشنطن قد لم تحقق القدر الكافي في دعمها لأوكرانيا في هذا الصدد قبل حتى أن تبدأ الحرب، ولكن إن الدول الأوروبية تواصل دعمها لأوكرانيا، والسبب في ذلك هم قد قطعوا عهداً واعداً، هو أن الاعتداء على الأراضي الأوكرانية بغير سند شرعي وبغير وجه حق، فإن ذلك أمر غير مقبول، والناتو سيواصل دعم أوكرانيا في دفاعها عن أراضيها، وبالتالي فهم قادة الناتو الآن وهم يحتفلون بالذكرى 75 لتحالفهم، فإن هذا الأمر لن يردعهم ولن يوقفهم عن دعمهم المتواصل لأوكرانيا. بالطبع أنا أود أن أرى هذا الأمر يتم إنهائه من خلال طاولة المفاوضات، ولكن لابد من تقديم التنازلات. لقد تم تقديم تعويضات للروس ولكن وإضافة إلى مقابل العائلات التي قتلها الروس، ولكن لا يبدو أن هناك نهاية قريبة لهذه الحرب. دكتور عمار، يعني ما رأيك؟ كان هناك تصريح لافت ضمن جملة التصريحات التي يعني أدلى بها قادة الغرب، على رأسها رئيس الوزراء البريطاني الجديد الذي يعني قال بأنه يمكن لأوكرانيا استخدام الصواريخ طويلة المدى التي زودت بها لندن كييف. برأيك تصريحات من هذا النوع كيف يمكن أن ترد عليها موسكو في حال حصلت هذه ربما الخطوات على الأرض برأيك؟ مثل هذه التصريحات والإجراءات يعني لقد استمعنا إليها سابقا من قبل يعني الولايات المتحدة ومن قبل فرنسا. المسألة اليوم لا كان هناك تحفظ يا دكتور عمار في السابق على
إمداد أوكرانيا بأسلحة طويلة المدى. الآن واضح أنه التكتيك تغير في قمة حلف الناتو هذه بدليل شعارها نكون أو لا نكون، وبالتالي هم مصممون على هزيمة روسيا. ما خيارات روسيا حيال كل ذلك؟ أستاذ الكريم، يعني عندما نستمع إلى مثل هذه يعني التصعيدات، وهي ليست فقط بمفهوم يعني التصعيد الإعلامي ولو كان هناك جزءا كبيرا منه، لكن لو يعني حسبنا يعني ما الردود الروسية ممكن أن تكون يعني في أسوأ حالاتها، وهو الصدام يعني المباشر مع المنظومة الغربية أو مع حلف الناتو، وهذا يعني يعني دمار العالم يعني ودخول العالم في الحرب العالمية الثالثة، وهذه المسألة لا تتناسب يعني مع المصالح الغربية من جهة ومع روسيا من جهة أخرى. ما يجري اليوم يعني هي جملة من الإفلاس السياسي والعسكري تجاه هذا الصراع. هناك كانت يعني منذ البداية مبادرات يعني سياسية، وأذكر منها يعني الصينية، وآخرها يعني كانت مبادرة الرئيس الروسي، والتي مبنية على الواقع يعني الواقع العسكري، الواقع الجيوسياسي الحالي. لكن يعني اليوم عدم قدرة حلف الناتو والولايات المتحدة في أي تقدم يعني عسكري على الجبهات هو ما يضعهم في هذه الأزمة، وهذه يعني والاتجاه إلى التصعيد مرة أخرى. كان هناك رد واضح من قبل يعني الرئيس بوتين حول يعني السماح للأسلحة الغربية باستهداف العمق الروسي، بأنه من الممكن يعني أن نسلح أو ندعم أطرافا أخرى تتعارض مصالحها مع المصالح الغربية. لكن لدى الكرملين يعني كما أراه اليوم هناك الصبر يعني الاستراتيجي لعملية يعني التهور الغربي واللا عقلانية في الطروحات العسكرية. جنرال ماركيمت، يعني كما ذكر الضيف دكتور عمار، ألا يمكن أن تستخدم روسيا معادلة الردع النووي وبالتالي تكبح ما وصفه الدكتور عمار هذا التهور الغربي؟ ما رأيك؟ حسن، لا أعتقد أن فلاديمير بوتين بهذا الغباء، ربما يكون ديكتاتورا ولكنه ليس انتحاريا، ربما يرى نفسه أنه قيصر روسيا الحديث، ولكنه لا يريد أن يصبح هو الرجل الذي دمر روسيا ودمر موسكو. وبالتالي لا أعتقد أن الرئيس بوتين لا يتمتع بالحكمة الكافية، ولكنه لديه الحكمة الكافية لاستخدام هذه الأسلحة النووية، ولكنه إن قرر ذلك فإن ذلك سيؤدي إلى الحرب العالمية. بالطبع إن نظام بوتين بالطبع سوف يدمر موسكو نفسها. دكتور عمار، يعني كان لافت أيضا مسألة أن عضوية أوكرانيا في حلف الناتو هو طريق لا عودة عنه. أنت تعرف إذا ما دخلت وانضمت كييف لعضوية حلف الناتو فإن أي اعتداء جديد على أوكرانيا سيكون بمثابة اعتداء على كل دولة داخل هذا الحلف. لا يمكن أيضا لهذه الاستراتيجية التي تتخذها دول الغرب الآن أن تغير المعادلة في الحرب الأوكرانية. مسألة يعني انضمام أوكرانيا لحلف الناتو باعتقادي أنها ورقة ومناورات يعني سياسية استخدمها يعني الغرب خلال هذه الأزمة. من الناحية يعني العقلانية أو الواقعية لا يمكن الحديث يعني عن دخول أوكرانيا بهذا الحلف، ولا ننسى أن أحد الأسباب الرئيسية لبدء العملية العسكرية في أوكرانيا من قبل روسيا كانت هذه المسألة. وخلال يعني العامين الماضيين رأينا جملة من التناقضات بهذا الطرح، بأن أوكرانيا يعني لن تدخل الآن لكنها ستنضم ربما في العام القادم وغيره. وكانت آخرها يعني آخر تصريحات وهي تصريحات الأمين العام لحلف الناتو بأنها يعني ممكن أن تنضم ولكن ليس على المدى المنظور. هذا إن دل على شيء فإنه يدل يعني على أن الغرب استغل ويستغل اليوم يعني أوكرانيا
أوكرانيا كرأس حربة يعني وكمسرح للعمليات العسكرية والجيوسياسية. ضحي يعني بأوكرانيا بداية يعني عسكريا، واليوم يضحوا بها شعبا يعني كاملا. حتى يعني مسألة الابتزاز أو الوصول يعني لمسألة بأن الأسلحة الأمريكية التي ترسل يعني، وهذا حديث للرئيس بايدن، بأنها تعتبر استثمارا يعني أمريكيا في المجمع الصناعي الأمريكي. اليوم يعني الغرب أمامه يعني عدة أزمات. الأزمة الأساسية وهي باعتقادي محاولات الولايات المتحدة الحفاظ على أحادية القطبية، لكن العالم يتجه بخطوات واسعة إلى التعددية. شاءت واشنطن ذلك أم لا؟ ما رأيك دكتور مارك في هذه النقطة، يعني خاصة وأنه الغرب يريد الحفاظ على أحادية القطبية، لكن في المقابل روسيا تدعو لعالم متعدد الأقطاب، ويبدو أنها تنجح فيه، سواء من منظمات مثل شنغهاي، مثل بريكس وغيره. هناك الكثير من الدول المحسوبة على أنها حليفة مع الغرب، لكن تتخذ موقف الحياد تجاه الأزمة الأوكرانية. هناك أيضا تحديات حقيقة داخل حلف الناتو، ليس أولها توقعات بوصول ترامب إلى سدة الحكم. هناك صعود اليمين المتطرف الذي ربما يدين بالولاء بشكل أو بآخر لروسيا، وهناك دول مثل هنغاريا، تركيا تتخذ مسافة متباعدة حول المواقف من الحلب تجاه روسيا. ألا ترى أن كل هذه التحديات ربما تعيق الناتو على تحقيق ما يصبو إليه في المرحلة المقبلة؟ ليس على الإطلاق، لا أعتقد أنها تعيق الناتو عن أهدافه، لأن الناتو هو حلف شمال الأطلنطي وهذا هو محور تركيزه. عندما يتعلق الأمر بنقطة الدكتور عمار، أعتقد أنه يبدو أنه يروج للاحتلال كنوع من الاستراتيجية العسكرية. إنه نوع الاحتلال الذي لا يسمح له بدولته، ولكنه يروج له من قبل روسيا داخل أوكرانيا. وقد طالب كيف يمكن إيجاد حل لهذا الأمر؟ الأمر ببساطة، الاحتلال والاستعمار وقوى الاحتلال والاستعمار يجب أن تقوم بنفس الأمر في أوكرانيا، كما يطالب الدول الأخرى بإيقاف الاحتلال الدول الأخرى. أنا مندهش أن رجل مثل خلفيته الأكاديمية أنه يشرع ويشرع مثل هذا الاحتلال. ولكن لا يجب أن ننسى الاحتلال الأمريكي للعراق ولأفغانستان وكل هذه الأمور. جنرال مارك كيميت، وأنت كنت أيضا داخل بغداد. أتفق معك تماما، لم بالطبع، لكن انظر للقوات الأمريكية غادرت كل من العراق وأفغانستان، ولكن احتلال أوكرانيا من قبل الكريملين وما زال مستمرا حتى 11 عاما حتى الآن. ومن الواضح أن أهداف الرئيس بوتين هو احتلال ليس فقط دونباسك، ولكن كل أوكرانيا، ولا يغادرها. وإن كان هناك شخص يروج لذلك كنوع من أهداف سياسية ذات شرعية، لا أفهم ذلك على الإطلاق. شكرا جزيلا لك مارك كيميت، مساعد وزير الدفاع الأمريكي، كنت معنا من واشنطن. وأشكر الدكتور عمار قناة، أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبول، كنت معنا من موسكو. شكرا لك.